المسائل الأربع. مسائل أفرتها. المسألة الأولى أن لابد أن نتعلم قبل أن نعمل، قبل أن ندعو، قبل أن نصنع أي شيء. مسألة كوباد وإن هرت وحبرنا أنت أن الوحب السمين وعمل أن السمين أنت أنا قف ويرن وإن برنا وعلمي وحور. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. هدي أن وحبرنا وحي أن برنا وإن كعمل فلنا. حتى اجتمع العلم مع العمل. سي علمي عملك أو كل ما. وإذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. هدي أن وحبرنا وحواج نوقه إن كعمل فلنا ضد كنا ويرنا وحي أن برناي أن كعمل فلنا. ونصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. أن كصبرنا مركه رب علمك ثم كلقنك ثم ضد ويردي. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. هذا سيدا سمينا الدنيا ذا إلهي إذا كيس سؤالها قبل ما كجوابينا. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. وحا أفرت السؤال دليله سورة دليا سورة العصر. الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى على أن كل إنسان خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين يأتون بهذه المسائل الأربع. إلى هاي سورة العصر ودارتي وحونا كل دارتي ذاتك لن إني خسارك سبيهين إلا قفك أفرت الرمود لي ماذا ماهني. لا أحد يريد الخسارة حتى لو كان من الكافرين. قف خسارة ربانا متجر حتى هدو قاليها. فالذي يريد الربح يجاهد، يجاهد من؟ يجاهد نفسه بهذه المسائل الأربع. قف ربا إنو فائده نفتي سهل الدقالما هل الجهاده سيء أرماس أفرتانها كل الجهاد. نعم، وجاهد النفس والشيطان وعصهما. وجاهد النفس نفس الجهاد شيطان كبا لبدا من عاصي. نعم، العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. علمات الصبر كوحي وقيبيان صدح قيبور. الأول صبر على طاعة الله حتى تؤدى الصبر على الصلاة الصيام الحج. قيبتك وبعد وحوي إن لغو الصبر طاعة إلهي إن لغو الصبر صلاة صونك حجك إن لغو الصبر. الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب الصبر عن الشرك عن الربا عن الفواحش عن المحرمات. قيبت لبعد نوا إن لغو الصبر معصيدة إن لغو الدعو سيدي الزنا ذا محارم تقلمانتو إن لغو فوق هذا لغو الصبر. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك مرض أو فقر أو ابتلاء. قيبت صدح عادنا وإن لغو الصبر وحي إلهي كو قدري أو لباتا سيدي الجردة إيو فقرق يوحي لمدة. نعم، إذن ذكرنا المسائل الأربع وذكرنا أنواع الصبر الثلاثة والله أعلم. وحان شيقني مسائلك أفرتها هي أنواع الصبر كو صدح ذا هي والله أعلم.